انقطع الأنين. فرق الدفاع المدني والإنقاذ لسه مستمرة بعملها مثل مبارح ومثل أول مبارح، لكن الفرق اليوم اللي هو اليوم الثالث أنه انقطع الأنين. صوت الأنين اللي كان عم يعطينا أمل اللي نسمعه من تحت الأنقاض، صوت نداءات الاستغاثة لأطفالنا وأهلنا اللي كنا نسمعه من تحت الأنقاض اليوم اختفى. هاي مدينة حارب، هون لحد الآن في أكثر من 500 شهيد، في أكثر من 1300 عالق تحت الأنقاض. قلنا لكم استعجلوا، قلنا لكم استعجلوا لحقونا، قلنا لكم أطفالنا تحت الركام بدنا بس تتنفس، افتحوا لنا المعبر، افتحوا لنا معبر، خلوا آليات تدخل تطالع الناس من تحت الردم. تأخرتوا. كل الشكر لمصر اللي أرسلت وفد، رغم أنه تأخر، رغم أنه جانا متأخر بس وصي. هلا نحن ايش كرنا في الآليات؟ ما عاد نقول لكم بعتوا شيء، ما عاد بدنا شيء. خلاص. ركام نحن بنشيل الركام بنطلع شهدائنا على 100 مهلنا، خلاص انقطع النفس. أنفاس الناس اللي كانت عم تستغيث انقطعت. للأسف. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ما أنا مخاص منكم، ولكن عند رب العالمين بدنا نوقف نحن وأنتم وأطفالنا اللي تحت الردم. ويقول له يا رب ترى ما ساعدنا، راح توقف الام اللي سمعت صوت ابنها تحت الانقاض وتقول له يا رب هذول اللي تركوا ابني يموت وما ساعدوني، راح يوقف الطفل يقول له يا رب ما ماتت قدامي وما حال ساعدها، راح نوقف كل هذا تقول له يا رب كل الدنيا خذلتنا وصارت تبعت المساعدات لاعدائنا على اسمنا، تامروا كلياتهم علينا وتركونا نخترق تحت الانقاض. يا رب المعبر الوحيد اللي كنا نتنفس منه سكروه وخنقونا، كتموا انفاسنا تحت الردم، لحد الان عوائلنا تحت الردم في حارم وفي جنديرس وفي عزمارين وفي الف منطقه، بس للاسف ما عاد يقدر يتنفس، انقطع الانين، انقطع الانين للاسف.